السباق الاول لمدينه خريبكة النسوي، فهذا السباق هذا غادي نبحثوا من خلاله على سباقات دوليه ان شاء الله. فعدد المشاركين وصل الى 500 مشاركه، وهذا الرقم اللي كنا كنصبغوا عليه كدوره الاولى. السباق عرف مشاركه عديد من البطلات المعروفات على الصعيد الوطني، رغم ان هناك سباق ديال العدائين اللي جابوا لنا عداءات في المستوى. كنتمنى ان السنه المقبله تكون سنه ديال الاجتهاد، وغادي نعملوا باش يكون هذا السباق دولي باذن الله. كنشكر اللجنه المنظمه، كنشكر كل الساهرين على هذا السباق، وبصفتي كمدير تقني كنحيي جنود الخفاء اللي عملوا على هذا السباق. وكنتمنى ان السنه المقبله نحاولوا نصلحوا بعض الاخطاء ونوصلوا الى المستوى اللي كنا كنتمناوه، وشكرا. ناخذوا كذا الافاق للتربيه للثقافه والتنميه بتنسيق وشراكه مع جمعيه اولاد عبدون لالعاب القوى ونادي اولمبيك خريبكة لالعاب القوى. السباق النسوي الاول على الطريق، كما لاحظتوا بانه مر في اجواء جيده وعرف واحد النجاح منقطع النظير. كانت الجرى في واحد المطاف مغلق، المسافه ديالو 3200 متر. حضرت مجموعه من الفعاليات الرياضيه كما تنقولوا صحفيه وجمعيه المجتمع المدني. كان الهدف من هذا النشاط هو انه نخلقوا واحد الديناميكيه وحركيه جديده داخل مدينه خريبكة، باش تكون النسخه الاولى على امل ان شاء الله باش انه تكون النسخه الثانيه ناجحه، ولما لا تكون دوليه. وشكرا.